الأخطر ليس بالضرورة أن يكون الأكبر، يكفي أن يكون سريعاً ودقيق الإصابة. المدفع نونا 2S مدفع سوفيتي بمواصفات عصرية تجمع بين قدرة الهاون والدبابة والمدفعية المحمولة، مجنزرة برمائية سريعة ومدرعة وإصابتها محققة، وقذائفها لا تتأثر بالأنظمة المضادة للصواريخ والمقذوفات، ومعدل الرمي سريع للغاية. وخلال 16 شهراً من القتال المتواصل على الجبهة الأوكرانية لم تخسر روسيا سوى مركبة واحدة، دمرت كتائب المدرعات وهدمت التحصينات القتالية وارتكبت مجازر بحق الجيش الأوكراني. في هذه الحلقة المميزة من مارشال نستعرض لك عزيزي المشاهد واحدة من أغرب الأسلحة السوفيتية التي دفع بها بوتين في حربه على أوكرانيا، مدفعية نونا المحمولة جواً. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى عزيزي المشاهد دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والإعجاب بالفيديو. ما هي مدفعية نونا التي عانى منها الجيش الأوكراني؟ نونا هي إحدى أنظمة المدفعية التي لا نظير لها في العالم، وعلى الرغم من أن فكرة مدفع الهاون المحمول تعود وصولها للقوات النازية، إلا أنها لم تكن تشبه بأي شكل من الأشكال الهاون السوفيتي المحمول. نونا هي مدفع هون روسي من عيار 120 ملم، وبالإمكان القول إن هذا النوع من الهون هو رقم واحد في العالم من حيث الانتشار وسهولة الاستخدام ودقة التصويب وتوافر ذخائره، وعلاوة على ذلك ذخائره الفتاكة والمتنوعة. ويعتبر نونا من أكثر المدافع رشاقة من حيث معدل الرمي وسرعة تتبع الأهداف وسرعة المركبة المجنزرة بحد ذاتها، والتي سنتطرق لمزاياها كاملة بعد قليل. قدرات قتالية تسببت بمجازر للجيش الأوكراني. تحمل مدرعة نونا برجاً متحركاً بمدفع هاون أملس من عيار 120 ملم، يمكنه الدوران من درجة منخفضة عند 4 وحتى ارتفاع 77 درجة، وبزاوية محيطة تبلغ 180 درجة. يستخدم المدفع ذخائر الهاون التقليدية التي تطلق بانفجار الحشوة الدافعة المحيطة بذيل القذيفة بواسطة كبسولة تحريض مدمجة، وبحسب نوع وحجم الحشوة وزاوية ميلان المدفع يتم التحكم في المدى الذي يبدأ لهذا النوع من الذخائر من 1200 متر و9 كيلومترات، ويصل معدل الإطلاق إلى 13 قذيفة في الدقيقة الواحدة. كما يستخدم قذائف الدفع الصاروخي والتي تتميز عن سابقتها بمدى أبعد يصل إلى 12.5 كيلومتر وبدقة إصابة أعلى. والفرق بين الذخيرتين أن الأولى التي تطلق وتسقط شاقوليا ذات قدرة تدميرية أعلى بنحو 4 أضعاف الذخيرة الصاروخية، وتوفر للمدفع معدل رمي أسرع. أما الثانية فتتيح للمدفع التصويب المباشر والإطلاق باتجاه الهدف بشكل مستقيم على غرار قذائف الدبابات، كما توفر دقة أعلى في التصويب إذ لا تتجاوز نسبة الخطأ أكثر من 3 أمتار، لكن بمعدل رمي أقل يصل إلى 7 قذائف في الدقيقة، أي بمعدل النصف تقريبا. تأتي جميع إصدارات نونا برشاش خفيف من طراز PKTM، يستخدم ذخائر من عيار 7.62 ملم مخصص لمكافحة الأفراد والسيارات، بمعدل إطلاق يصل إلى 650 إطلاقة في الدقيقة الواحدة، وبمدى يصل إلى 4500 متر. كيف تصطاد مدفعية نونا أهدافها؟ لم تكن تحمل النسخة الأم من مدفع نونا تقنية كالنسخ التي تستخدمها روسيا حالياً، والتي زودتها بنظام الاتصالات تم تطوره في تسعينيات القرن الماضي، وأصبحت أجهزة لاسلكي مربوطة بالأقمار الصناعية العسكرية، مما يتيح تحميل الأهداف والتعامل معها بشكل سريع للغاية. والأهم من ذلك، لا مجال أمام الأعداء للتشويش أو قطع اتصالات طاقم المدفع الذي يتألف من 4 أفراد هم قائد الوحدة والسائق والمسدد ومحمل الذخائر. كما أضيف للمدفع نظام التحميل والتفريغ الآلي، ويقتصر عمل العنصر البشرية على وضع القذيفة في درج ملاصق لحجرة الانفجار، ويتولى النظام تعميرها، ويعمل النظام بسرعة فائقة تصل إلى تحميل وتفريغ قذيفة واحدة كل 4 ثوان. كما تعمل معظم النسخ الحالية مع نظام تسديد ميكانيكي للرمي،
IP22 بانتل، يقوم الطاقم بإدخال معطيات الهدف كالإحداثية الجغرافية والمسافة والميلان، ويتابع النظام حل النشرة الجوية، ويأخذ بعين الاعتبار سرعة دوران الكرة الأرضية وانحراف دوران القذيفة، ويوجه المدفع بدقة متناهية لا تتجاوز نسبة الخطأ فيه أكثر من 5 أمتار. نظام مماثل للرمي المباشر على الأهداف القريبة يحمل اسم IP23. تقول روسيا إن نسبة الخطأ فيه معدومة، ويستطيع هذا النظام الرمي في حالة ثبات إلى هدف ثابت، وفي حالة الثبات إلى هدف متحرك، وفي حالة الحركة إلى هدف ثابت، وفي حالة الحركة إلى هدف متحرك. نظرة عميقة على البدن والهيكل الخارجي. يعتبر نونا واحداً من أخف المدافع المحمولة حول العالم بوزن لا يتجاوز 10 أطنان نظراً لكونه متوسط التدريع، إذ تبلغ سماكة درع المركبة 4 مليمترات في الجوانب و 7.5 مليمتر في الأعلى. يبلغ طول المركبة المجنزرة 6 أمتار وعرضها 2.7 متر وبارتفاع 2.3 متر، وتعمل بوسطة محرك يعمل بقوة 240 حصاناً يتيح لها العمل ضمن نطاق 450 كيلومتراً وعبور المستنقعات والمناطق الوعرة وتسلق منحدرات بميلان يصل إلى 125 درجة. وتضم المركبة في جوانبها الداخلية مخازن للذخيرة يمكنها استيعاب حتى 80 قذيفة، ويمكنها جر صندوق خلفها يتسع ل80 قذيفة أخرى، وبذلك تكون قادرة على الاعتماد على نفسها في توفير الذخيرة دون الحاجة لعربة إمداد ترافقها. وبالعودة لأبعاد المركبة الصغيرة نسبياً والصغيرة جداً مقارنة بأي مدافع محمولة أو دبابات أو مركبات مجنزرة، حيث يساهم حجم المركبة في توفير الحماية لها، إذ بمقدور طاقمها العمل بشكل جماعي لتأمين مربض للمركبة وحمايتها من القذائف والصواريخ المعادية، كما يمكنها استخدام أي تحصينات طبيعية للاحتماء فيها، والأهم من ذلك كله قدرتها على السير ضمن الأنفاق والخنادق التي تصممها وحدة الهندسة للمشاة والقوات الميكانيكية. التاريخ التشغيلي. لعب مدفع نونا S2 دوراً أساسياً في الحرب الروسية الأوكرانية الحالية، وتركزت مهمته في مرافقة وحدات المشاة والمدفعية الخفيفة والمتوسطة على الخطوط الأولى للقتال، بالإضافة للعمل ضمن تشكيلات صغيرة تؤدي مهاماً منفردة كتدمير التحصينات وقصف المعسكرات القريبة والأبنية التي تتحصن بها مجموعات الجيش الروسي. وعلى الرغم من أن شهرة نونا ليست ضاربة كما بقية المدافع الروسية، أنه أحد المدافع الأكثر شيوعاً واستخداماً لدى الجيش الروسي والجيوش التي تتزود بالأسلحة من روسيا والاتحاد السوفيتي من قبلها، حيث تمتلك روسيا وحدها أكثر من 600 وحدة من طراز نونا S2، معظمها من إنتاج حقبة التسعينيات، بينما تمتلك كل من أذربيجان وبيلاروسيا وقرقيزستان وأوزبكستان وفنزويلا وروسيا والجزائر ما بين 20 و30 وحدة لكل منهم من إنتاج الاتحاد السوفيتي من النسخة الأم التي خرجت من خطوط الإنتاج في العام 1981. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقيمك لمدفعية نونا؟ وبرأيك لماذا اعتمد عليها بوتين في حربه على أوكرانيا؟ أخبرنا في التعليقات، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو ودعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد.